إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما حضراتكم شايفين وصول الفنان إسماعيل الليسي، طبعا بيوزع يعني صدقة على روح ابنه، الله يرحمه ويغفر له يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الفنان إسماعيل الليسي يعني في حالة صعبة أثناء وصوله لزيارة ابنه دادا، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ادعوا له بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. هو احنا مش هندخل بس عايزين بس الحاجه بس اللي داخله دي. إنا لله وإنا إليه راجعون. خش خش خش. نسعى